نظمت فنادق الغردقة مسيرة في ذكرى ثورة 30 من يونيو على شواطئ مدينة الغردقة بمشاركة عدد من السائحين الأجانب حاملين علم مصر. وشهدت المسيرة مشاركة العاملين بالقطاع السياحي وسائحين من 22 جنسية أجنبية. النهاردة احتفالية جميلة جدا، كان فيها كل الجنسيات العالم، روسي ألماني إيطالي، كل الجنسيات فعلا، وشاركوا معانا ولبسوا لبس فرعوني ولبسوا لبس أرمي، وكانوا مبسوطين جدا، وكلهم مشوا معانا زي موكب من حوالي 2 أو 3 كيلو، مشوا معانا وفعلا كانوا مبسوطين جدا وعملوا معانا اتموسفير وجو جامد جدا. اول مره في مصر هنا وعجبتها جدا تجربه الانترتينمنت عندنا والاداء بتاع الانيميشن وكل الناس، وبتحب تقول لكم طبعا عيد مبارك بمناسبه عيد الاضحى، عيد ثوره سعيد. It's my first time in Egypt. اول مره ليا هنا وحابه ان هي تدعم مصر يعني، وهي النهارده مشاركه معانا بلبس معين، بتشارك معانا بالكوستيوم، بتحتفل معانا بعيد 30 يونيو النهارده، وبتقول لكم عيد مبارك.